سلامة. هي زين تسوين سلطة لليهال، بس وين اللحم؟ اللحوم هي مصدر مهم للحديد. 85% من الأطفال معرضين لفقر الدم بسبب عدم تناولهم اللحوم بشكل منتظم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو النقص الغذائي الأكثر انتشاراً في العالم، تتراوح نسبته بين 24 و60% في بلدان الشرق الأوسط. طفلك يا سلامة بين السنة الأولى والثالثة بحاجة إلى 7 ملغرام من الحديد يومياً، وإلى 10 ملغرام عقب السنة الثالثة. إضافة للحوم، عندك مصادر نباتية للحديد مثل البقوليات والخضار الورقية مثل السبانخ والسل. ولكن انتبهي، قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من اللحوم تزيد 4 مرات على قدرة امتصاصه من النبات. عشان شي لازم إضافة فيتامين سي على الوجبة لأنه يساعد في امتصاص الحديد. بين عمر 4 و8 سنوات طفلك بحاجة ل 25 ملغرام يوميا من الفيتامين سي. ممكن تضيفين الغداء كوب من عصير البرتقال أو كوب من الفراولة، البطيخ أو الجوافة، أو حتى في السلطة عصير الليمون، الفلفل الحلو، الطماطم أو الملفوف. بطريقة عملية وبسيطة نقدر نأمن غذاء غني ومتوازن لأطفالنا. وعساكم دوم صحة وسعادة.